عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا كل جديد. النهاردة احنا معانا فقرتين. الفقرة الأولى هتكون عن السحر، الحسد، العين. احنا كل الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها كتير، بس النهاردة هنخصص حلقتنا عن العين والحسد، لأن في ناس كتير جدا الموضوع ده بيشغلهم، الموضوع ده بيؤرق حياتهم ويومهم. ناس كتير جدا، مش ناس كتير، احنا عموما كلنا يعني حتى اللي ما بيحطش في دماغه قوي موضوع الحسد او العين ممكن تحصل معاه وتصادف معاه، يحصل مرة اتنين تلاتة ان انا يحصل لي موقف معين او اتأذي بشكل معين بشكل ما من حد دخل عليا او حد كلمني او حد شاف حاجة عندي او حد شافني بحاجة، سواء بقى في بيتي، سواء لبسي، سواء في نجاح، سواء في شغل، سواء في ولادي. موضوع الحسد والعين ده موضوع طبعا احنا عارفين ان هو يعني مذكور في القرآن الكريم، وفي ناس ما بتهتمش بالموضوع بس في ناس كتير جدا بتخاف من الموضوع. موضوع الحسد فعلا فعلا بيحصل، موضوع الحسد في ناس بتترعب منه. النهاردة معانا الراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج، مشكور إن هو دايما يعني يسلط الضوء على نقاط ممكن تكون عدت في حياتنا كتير وموجودة واتقالت واتشرحت من ناس كتير، بس هو بيسلط لنا الضوء على نقاط كده معينة ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها، وهيقول لنا احنا ازاي نتعامل مع الحسد، هيقول لنا ازاي نتعامل مع العين، ازاي نقدر نحصن نفسنا، ازاي لو احنا فعلا اتحسدنا او حد من اولادنا اتحسد نقدر نتعامل مع الموضوع ده ازاي. الشريف احمد فراج هيوضح لنا كل ده في الفيديو، واستنونا بعد الفيديو في فقرتنا التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن أعراض المس وأعراض السحر وطرق العلاج وطرق الرقية الخاصة بيها، وكمان عن الأعراض اللي بتصيبنا إحنا شخصياً من العين والحسد. اتكلمنا كمان عن أضرار التعامل مع الدجالين والمشعوذين، وقلنا ان اللي بيتعامل مع دجالين او مشعوذين او قراء الكف او الفنجان او الطالع او الامور دي هو بيسحرك علشان يقدر يسيطر عليك وتبدا انت تبقى زي ما بيقولوا زبون عنده. النهارده هنتكلم عن الحسد والعين وطرق العلاج، بس قبل ما نتكلم فيها لازم نعرف يعني ايه حسد ويعني ايه عين. الحاسد هو بيحسدك على نعمة شايفها، أو بيحسدك على سمع عنك حاجة، شافك إنسان كويس، شافك إن أنت خير، شاف أو سمع، شاف أو سمع فبيحسد. الحسد معناه إنه بيتمنى زوال النعمة منك. طب العين؟ العين تقع على شيء منظور، تقع على شيء منظور، يعني بصلك في صحتك تمرض، بصلك في عربيتك تبوظ، بصلك في ولادك يتعبوا ويفشلوا في الدراسة. طيب كل ذي نعمة حسود. النعمة مش شرط فلوس، ممكن قبول، ممكن زواج، ممكن حب الناس ليك، احترامك، دينك، أخلاقك، يتكلم معك في كل هذه الأمور. النهاردة إزاي كعين أو كحسد أرقي نفسي أنا شخصيا منه؟ عندنا حاجتين بيمشوا مع بعض على التوازي. زي ما قلنا الحاسد بيتمنى منك زوال النعمة، تمنيات، والعين نفس خبيثة يطلع منها إشارات خبيثة
تصيب البني آدم، والعين ممكن تصيب البني آدم ومن حوله، يعني مش لوحده ومن حوله. طيب نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تبدأ تبني نفسك. بنمشي على السنة، سيبك بقى من اللي يقول لك نجيب ورقة ونرسم عليها عروسة ودبوس والحاجات اللي كلها شعوذة دي، ده كلها حاجات شعوذة. من المفترض ان انت دايما بعد صلاة الفجر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة. من قالها كان له هذا اليوم حرزا من الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده واحد. اتنين، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء تجيب ايدك كده على طهارة في اتجاه القبلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 7 مرات، بسم الله الرحمن الرحيم 7 مرات، تقرأ الفاتحة وطبعا بتنفس الفاتحة 7 مرات، الإخلاص 7 مرات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المعوذات تقرأها، آية الكرسي كلها 7 مرات، تنفخ فيه وتقول بسم الله أرقي نفسي من كل عين وكل حاسد يا رب العالمين. مشي ايدك على جسمك كله لما تتداوب، دي خروج النظره والعين والحسد من الجسم. تداوب مره الصبح بعد صلاه الفجر ومره بالليل بعد صلاه العشاء. وطبعا الاذكار، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، دائما الاستغفار والاذكار الصباح واذكار المساء دي كلها بتقي من العين والحسد. طب هتقول لي يا احمد هل العين ممكن تصيب الانسان بمس؟ العين اشد من السحر، وهي نفس خبيثه اصابت المعيون، ممكن يدخل على حسب قوتها عارض في الجسم يديك نفس اعراض المس والسحر، اللي هي ايه؟ التكاسل في الصلاة او انقطاع الصلاة او عدم الصلاة بالمرة تماما، او تقل في الصلاة، صداع العين والجبهة، تساقط الشعر، وجع اسفل الظهر، تقل على الكتاف، تقل في الرقبة، كدمات في الصدر والدراعات، كدمات زرقاء او حمراء او خضراء على الفخاذ والرجلين، الجلوس امام المراية، حب الوحدة، العصبية، الجلوس كثيرا في الحمام، دي كلها ممكن تجيلك من عين، فيصيبك مس بسبب العين. فلازم اي حد يشوف حاجة يقول بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في ناس ما تعرفش ان يعنيها ممكن غصب عنهم تكون حارة قوية، يعني ممكن ام يعجبها ابنها تقول ابني جميل ما شاء الله عليه، ده ابني، تقوم حاسداه، بوظت ابنها، هي تسببت ان ابنها حسدته بعينيها. او اب مثلا شايف زوجته جميله كل شويه، او زوج يشوف زوجته، او اب يشوف بنته، ما ايه ده البنت حلوت كده ليه؟ لا ده لا، لازم تقول بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اي مكان تخشه اقسم يقول بسم الله ما شاء الله، حتى لو عينك غصب عنك قويه تهدى، تقويم النفس، لان الحسد والعين حق، العين حق، فلازم احنا نحافظ على نفسنا. الجانب الاخر المعيون لازم يحصن نفسه، اذكار الصباح واذكار المساء والصلاه مواعيدها والاذكار بعد الصلاه وقراءه الاخلاص والمعوذات وايه الكرسي بعد كل صلاه، دي كلها امور بتساعدك انك تحصن نفسك. طيب هنتكلم على حاجه اخيره وانا وضحتها في اللقاء الاخير، هو اضرار التعامل مع الدجالين والمشعوذين. في موضوع مهم جدا اتعرض عليا وخطير، هناك من ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا في فقرتنا الثانيه
مصممة الكوريشيه ومدربة الكوريشيه الفنانة الجميلة نهى. أهلا بيك يا نهى، اهلا بيك يا مدام صبري، منورانا. حبيبتي بنورك والله. منورانا بشغلك يا الجميل. حبيبتي اسلمي لي. يعني شايف حاجات قدامي طبعا. انت احنا يعني هي مبدئيا جابت جزء صغير علشان الوقت، وزي ما انتم شايفين كده ده بلوفر، شال بلوفر تاني، حاجات كتيره كده قدامنا. بس بعد ما نعرف انت ايه اللي حبيبك في الكروشيه. الفراغ. الفراغ هو عامة الكروشيه بدأنا فيه كده من المدرسة، كانوا بيعلمونا كده ازاي تمسكي الإبرة، ازاي تعملي السلسلة، ده الطبيعي اللي هو الاقتصاد المنزلي ده. بعدها أنا ما اهتمتش أصلا بيه، ولا كنت عارفة أصلا عندي الموهبة دي. لما اتجوزت بقى عندي طبعا فراغ كبير جدا طبعا. لسه والدة، وبنتي بقى لسه صغننة، واللي هو مش عارفة أعمل حاجة بقى، وعندي وقت كتير. فبدأت إن أنا يعني أفكر عندي إيه تاني أقدمه وأعمل إيه. بدأت أجيب خيوط اللي هي الصغيرة البسيطة دي وابتدي بقى اشتغل، بدات اشتغل المفرش اللي جنبك اتعلمتي ده. لوحدك بقى ولا لا اتعلمتي انا انا المفرش ده كان اول حاجه عملته بناء على المدرسه ده؟ دي كان اول حاجه. ده اهو المفرش ده اللي بتتكلمي عنه. هو ده طبعا شكله جميل جدا اهو. يعني هي عامله اتنين، شكلها واحد بنفس. كبير واحد صغير، شكله حلو، هنحطه جنبي كده. وبعد كده بقى ركنت شغل شويه، وبعد كده رجعت قلت لا انا عايزه اكبر بقى من نفسي شويه. فبدات ادخل على اليوتيوب، وطبعا طول ما انت حابه الحاجه بتبداي تبدعي فيها. بدات بقى اعمل بقى كلنا المنتجات دي. هذا. فبدات بقى ان انا بقالك كام سنه؟ لسه حوالي تقريبا 3 سنين 4 سنين حاجه زي كده. انا شايفه دي قدامي. يعني الحقيقه شكلها حلو قوي. اهي مخده. انا عايزه اقول لك المخده دي كان جوزي قايل لي عايز يحطها في العربيه عشان يسند راسه. صوري انها فانا شكلها فعلا تنفع فقال لي العربيه. عشان كان ظهره بيوجعه، فقلت او يعني اللي هي الحته اللي ورا دي، فقلت بعد ما عملتها قلت لا مش هديها له، انا هخليها لي للبيت. فطمعت فيها صراحة، واي حاجه بعملها اصلا كروشيه في الاخر يعني. لا انت انا بعد ما عايزاها كنت هتعملها له العربيه رجعتي خدتها. تاني. كلنا كده ما نلاقي الحاجه حلوت في لا هي عينينا. الصراحه جميله، وعلى فكره ما بتاخدش شغل كتير قوي، يعني انا انجزتها على طول. هي عباره عن وحده مش كده؟ هي اللي هي المربع الجيراني بس، واشتغلته على طول كده. طب انا شايفه القمر ده قدامي ده كان كمان. لورين بنوتي، كانت لسه تقريبا سنتين او سنتين ونص عملته لها، وبعد كده شلته بقى الفجأة. يعني انت عملتيه ده بقاله كتير وانت بقاله شايلاه. كتير وشايلاه. لا شايفين استحالة طبعا الامهات. افرغ بيه. لا استحالة يعني. شايفين الامهات بصراحة. يعني هو عاجبني جدا، شكله حلو قوي. وحتى بصي مر عليه مر كذا سنة كتير. وزي ما هو محتفظ برونقه والوانه. طب انا انت بتحبي ايه تاني في الكوريشيه؟ كل حاجه انت بقى، انا اول مره اشوف حاجه زي كده. عامله ده العقد بقى، ده برضو كانت فكرته جديده بالنسبه لي، وقلت بقى هبدع برضو فيه. فخدت الفكره كانت حاجه بسيطه كده، اللي هي زي كوليه عادي كده او سلسله عاديه، قلت لا انا هبدع فيه بقى اعمله كذا دور. شكله حلو. اللي هي الورده دي بخيط السيرام الهندي جبته واشتغلتها ورده، وقلت اخليها زي بروش كده. حلو قوي. جميل. حبيبتي انا شايفه اللي قدامك بقى ده، انت مسكيهولي كده انت. دي بلوزه بالغرزه المفرغه. حلوه قوي الغرزه دي على فكره. واللون والالوان كمان. الالوان انت موظفه الالوان حلوه قوي. هي كانت جميله بصراحه البلوزه دي بالنسبه لي بحبها جدا. واشتغلتها كانت خدت معايا تقريبا شهر بس، عشان انا اتدلعت فيها يعني. ما هي لو انا كشغل ثابت هخلصها في اسبوع. طب انت يعني انا شايفه ان الغرزه دي بتاخد وقت فعلا، بتاخد بتاخد وجميله وقت جدا جدا. شكلها حلو قوي. انت بقى بتعملي لنفسك حاجات ولا بتعملي بعمل نفسك حاجات نفسي حاجات كتير؟ كتيره جدا يعني. وطبعا اللي عايز وللبيت كمان. واللي عايز واللي طبعا، عايز انا اي حد عايز حاجه طبعا يا جماعه. طبعا الجروب بتاع نهى، الجروب بتاعها اسمه ايه يا نهى؟ كروشيه نونا. كروشيه نونا، وجنبه قلبين صغيرين جدا. جنبه قلبين عشان تبقوا عارفين، لان في اسامي كتير بنفس الجروبات. والقناه بتاعتك يوميات كروشيهات. احنا بقى هي عايزين عليها اللوجو بتاعها عليها الشكل ده. لا لا هو حاجه تانية برضو كان نفس اللون. لا هي مش المهم نفس ان ده. اسمها يوميات كروشيهات. يوميات كروشيهات دي القناه بتاعت نهى.
الاسم موجود على الشاشة، اللي عايز يتواصل مع نهى يدخل على القناة بتاعتها ويتفرج عليها. عايزين نكبر لها القناة شوية كده يا جماعة، تمام، احنا اصل كلنا لسه عاملاها يعني موضوع فصغنونة القنوات كده. ده بيبقى هي صعب كمان قوي. انا عاملاها تدريب، يعني انا بتعلمي. صحابي كتير طلبوا مني اعلمهم، فطبعا انا مش يعني مش هيبقى في ايدي ان انا اروح لهم او هم يجوا لي على لا هو طول. اونلاين كده فبدات بيبقى جميل. فبدات ان انا افكر في حته القناه. مش يعني هي طموح اي حد يكبرها والكلام ده، بس انا الطموح الاكبر ان انا استفيد، يعني افيد غيري، ده طبعا دي اكبر حاجة، حاجه. طبعا دي حاجة جميلة جدا ومشرفة. وعايزة اقول لك بقى الغرز، في غرز كتير منوعة كتيرة طالعة، جدا. عايزينك تعملي لنا شوية غرز من الغرز اللي احنا بنشوفها تمام. بتاعت اللي هي بره معقدة والناس، دي. والمعقدة، مش معقدة قوي بس انا عايزة بتبقى اقول شكلها لك، جميل. في شنطتين عملتهم. انا بعمل كل حاجة، يعني مش مخصصة ايه في بقى مثلا في بتعملي؟ النساء. بروفرات، فساتين، الحاجات اللي بتتلبس عموما. ايه تاني بقى؟ شنط. والشنط بكل انواعها، كليم، مكرمية، ممكن الكيتون، عايزين الاخوات ننزل ده. الشنط كده وانتي بتتكلمي عنهم، ننزل الصور بتاعت نهى كده على الشاشة، حاجات من شغلها الى جانب الحاجات اللي عندنا. وفي شنطتين عملتهم راحوا ايطاليا، ما شاء الله، احنا بدأنا فكانوا نصدر لبره. نصدر لبره بقى. هو جميل، فلا الصراحه كانت دي بالنسبه لي بقى حاجه يعني احلى حاجة. مشجعه اكتر، ان طبعا انا يعني والشغل الصراحه بتعملي كل غرزه وغرزه بحب كده وابداع، وبتبقي عايزه. انا عن نفسي لو قعدت ال 24 ساعه بشتغل بتحسي بايه وانت بتشتغلي الكروشيه؟ بحس ان انا بحط كل حاجه موهبه في، يعني كل حاجه حلوه بحطها في كل غرزه بشتغلها. ده بس بلوفر عملناه السنة اللي فاتت، ده الشتاء اللي فات. قطيفة. عطيفة. ده بخيط القطيفة، شكله طبعا جميل اهو. الكم بتاعه شكله حلو هو جدا. واسع من فوق وضيق من المعصم كده شوية. يا جماعة والله العظيم الكروشيه ده يعني فن إبداع جميل إبداع، جدا، وحاجة كده بجد بتطلعي فيها طلعي كل الطاقة ال السلبية اللي جواكي، والطاقة تاخدي طاقة الإيجابية كمان. إيجابية. يعني الطاقة الإيجابية بتوظفيها في شكل زي كده، بتبقى يعني صراحة جميلة قوي. أنا نفسي كل الناس اللي ما بتعرفش تشتغل كروشيه تبتدي. يبدأ عندنا اهو نهى عاملة قناة بتعلم فيها، وبتعلم فيها واحدة واحدة. ممكن كلنا ندخل على القناة بتاعتها ونشجعها، تمام. وبرده اسم القناة اللي على اليوتيوب موجود، ده هيبقى موجود على الشاشة، ونتعلم ونتعلم كلنا. ممكن نكون، على فكرة ممكن نكون بنعرف نشتغل كروشيه، بس بس مش انت مش عندهم يعني مش عندهم لسه. انا عارفة اللي يعني هو انا بعرف اشتغل، بس انا مش عارفة اعمل غرزة معينة، مش عارفة اخد مقاسات. انت ايوه فعلا، بتدي برضو؟ المقاسات لسه في القناة، لسه ديت مرحلة تانية ان شاء الله هبتدي فيها. بس انا دلوقتي بعلمهم لسه في البدائيات، اللي هي الناس المبتدئة. ده امسكوا غير كمان الإبرة، الغرزة الأولى، السلسلة البداية. ازاي، وبمشي كمان يعني ممكن في القناة لاحظت ناس كتير مثلا لو انا هعلم حد يعني مثلا اللي هو بيشتغلوا على طول، ولو انت عايزة تعيدي بقى عشان تفهمي بترجع الفيديو تاني. لا انا طبعا برجع، انا بعيده تاني كذا مرة في نفس الفيديو نفسه، طبعا. بحيث هي اللي هو جميل. يعني تبقي مدركة لأبعد حد انك انت ده ايه. اصل انا برضو يعني انا اصلا انا مريت بالحاجة دي، فاللي هو مش هستوعبها من اول ببقى مرة. عايزه ان انا يعني تقول لي الحاجه ماشيه اهي في سطر، واقول انا مش شايفه الغرزه دي كويس، انت بقى بترجعي انا تعيدي. بعيد تاني، وبعد ما بخلص الشغل كله برجع اقول طب نعيد تاني نشوف عملنا ايه مع بعض من الاول. بقوم بقى قايله شرحه كده نظري، ما انا ببتدي عملي وبشرح في الشغل، وبعد كده برجع اشرح بقى هو ده اللي نظري. احنا بقى بنبقى محتاجينه بصراحه. انا عن نفسي بعرف اشتغل، بس ساعات بدخل على فيديو اقول عايزه اعرف غرزه معينه، ايوه عايزه صح. اعرف حاجه معينه. اصل هي طالما واخداها موهبه وعامله كمان بس ليبر، وديت حاجات للبيبيهات. الله الطقم ده جميل قوي بالنسبه لي الصراحه. السليبر ده برضو شكله انا عامله جميل. كذا نوع من السليبرات دي الشنط بقى، وفي الشنطه اللي هي السودا دي، حلو قوي دي الستاره دي. ستاره بقى، دي ستاره، لا وده دي بقى حلوه ده قوي، شكل بقى للحمام. حلوه قوي بجد، تسلم ايديكي. دي بقى حاجه كده عامله، انا عندي شباكين عاملاهم للمطبخ، طب هي عامله لنفسك اهو يا فحتى نهى. ناس قالوا لي يعني انت هتحطي ده في المطبخ؟ قلت لهم لا بدلع المطبخ طبعا بتاعي. مش ليه، لازم يبقى ليه نفس بدلع عفه. المطبخ. انما يعني طبعا احنا مش هنتكلم في اسعار، بس لا انا بشوف ناس بتحط اسعار عاليه لا لا جدا. انا ما بحطش والله. حتى عندي سلفتي دي حبيبتي جدا على طول تقول لي يا نهى انت اسعارك ايه ده يا بنتي، علي شويه. اقول لها لا انا اصلا مش واخداها كمثلا ان انا استفيد منها مش واخداها ماديا، كمشروع. مش ماديا الصراحه. بس انا عايزه دي موهبه انا حطاها لنفسي، وفي نفس الوقت ببدع فيها، وفي نفس الوقت لو مثلا يعني حد عايز مني حاجه خلاص، يعني ممكن انا ممكن بس اخد حق الخيط
وحاجه رمزيه فوقيها يعني، عارفه ان هتطمعي ناس كده. يا جماعه والنوها بتاخد حاجه بسيطه جدا فانا عايزاكم كلكم تشتروا منها. لا وكمان بعلم يعني، اللي هو بصي بوقف حالي يعني هتعلمك وهتديكي شغل حاجه فوق ممتاز. التعليم كمان وكمان بسعر بتاخد حاجه بسيطه جدا. بصي انا برضو بشجع الناس اللي عايزه تشتغل، ما هو بصي يعني انت بتتبعي مقوله ايه، قليل دائم خير من كثير زائل. يعني انت فعلا فعلا وده المفروض يحصل، الواحد بدل ما يشتغل حاجه ويبيعها بسعر عالي قوي طب انا اشتغل 100 حاجه بسعر قليل وبرده مش هخسر يعني. وعلى فكره والله ربنا هيبارك يعني، عارفه هتلاقي كتير بقى. انت جميله والله وشغلك جميل وانا مبسوطه بالشال وال دي بقى ده بتاع لورين برضو. انا بدات بلورين طبعا. طبعا اسمها كفايه اسمها. هي المفروض لورين بس طبعا بقى يعني كان المفروض مش عارفه انت لانه غريب، بس هي اسمها جميل وربنا يبارك لك فيها. انا شايفه شغلك على فكره، احنا طبعا انا بقول ان هي جايبه الجزء بس احنا عارضينه اللي احنا بنتكلم عنه، انما طبعا هي جايبه شغل كتير جدا مش كانش ينفع نحطه كله. انا شايفه ان التناسق في الالوان حلو قوي، عجبني جدا تناسق الالوان بتاعك، وحتى شغل ايدك الغرزه تحس انها هاديه ومرتاحه كده ومظبوطه ما فيهاش اي لخبطه. انا عايزه اقول لك انا هو ده تريكو؟ لا ده كروشيه. ده كروشيه؟ ده غرزه. هي غرزه حشو؟ لا غرزه، ده باليزا ديفا كنت بقول لك عليه ده. وغرزه وغرزه. انا حاسه انه واخد هو من بعيد تريكو، عشان كده انا افتكرته تريكو. ما هو بس خد منك قد ايه ده؟ ده لا بقى خد انا ياخد مني سنه كبير. لا هو لو انا برضو قاعده على الشغل كده على طول ما وريش غيره مثلا ممكن ده يعني ياخد شهر ونص. ده لو انا قاعده بقى ايه او غرزته صغيره وضيقه صغيره وبتوجع العين بس لو انا هتدلع فيه بقى خدت فيه وقت كتير. لا بس هو فعلا حلو قوي وشيك جدا. ولا وعلى اللبس تحفه الصراحه يعني. وكمان انا يعني عامله فيه حاجه جديده من فوق، مش شغاله فيه اللي هو النظام بيبقى فوق كده بتمشي بعدد غرز معين. لا انا ده بقى خدته من المقاس من اللي عند الوسط وضيقت من فوق بحيث يديني كرمشه من هنا كده. انت بتشتغلي بالباترون ولا كده؟ لا بشتغل كده. جميل مش جميل بعتمد جدا على الباترون. تسلم ايدك يا نهى بجد والله. انا يعني انا كان نفسي يعني بقالي فتره ما عملتش حلقات عن الهاند ميد بس فعلا يعني انا وفقت ان احنا عملنا حلقه مع بعض. عجبني قوي ده، كلهم حلوين جدا جدا بصراحه. وبصراحه المفرش ده الصغنطوط الجميل ده برده شكله جميل. تسلمي يا روحي. تسلم ايديكي. انت بقى شغلك يعني الوقت لو حد حب يتواصل معاكي تمام من خلال الجروب او البروفايل بتاعي، انا بنزل من على الجروب باسم البروفايل بتاعي فممكن من على الرسائل بتاعه البروفايل. بصي احنا فقرتنا طبعا خلصت وكنت اتمنى ان احنا نبقى مع بعض وقت اطول من كده. في نهايه حلقتي بشكرك جدا جدا على شغلك الجميل. تسلمي لي يا حبيبتي. وان شاء الله نتقابل في حلقات ثانيه بامر الله على خير. إن شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. الى اللقاء في حلقه قادمه، استنونا.